مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله. هناك انخفاض تدريجي على درجات الحرارة في المناطق الشمالية، لكن المناطق الوسطى والغربية والجنوبية أجواء دافئة إلى حارة نسبيا نهارا ولطيفة ليلا. مشاهدينا فاصل ونواصل، ثم نستعرض أيام الأسبوع والحالة الجوية المتوقعة خلال أيام هذا الأسبوع بإذن الله. مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. نبدأ من يوم الأحد. يوم الأحد أجواء مشمسة في معظم مناطق المملكة باستثناء المناطق الجنوبية الغربية، هناك انخفاض قليل على درجات الحرارة في المناطق الشمالية. المناطق الشمالية الغربية أجواء لطيفة نهارا، باردة نسبيا ليلا، العظمى 22 والصغرى 9. المناطق الشمالية الشرقية العظمى 22 والصغرى 11. المناطق الغربية أجواء معتدلة نهارا لطيفة ليلا، العظمى 30 والصغرى 19. الرياض 30 إلى 18 معتدلة نهارا لطيفة ليلا. والمنطقة الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع زخات رعدية من المطر أحيانا، العظمى 19 والصغرى 10. والمنطقة الشرقية معتدلة نهارا لطيفة ليلا، 31 العظمى والصغرى 21 درجة مئوية. أيضا يوم الاثنين انخفاض آخر على درجات الحرارة في المناطق الشمالية وبعض المناطق الوسطى والغربية. الشمالية الغربية أجواء ما بين مشمسة وغائمة جزئيا، العظمى 19 والصغرى 9. أجواء لطيفة نهارا، باردة نسبيا ليلا. وأيضا المناطق الشمالية الشرقية لطيفة نهارا، باردة نسبيا ليلا، و19 إلى 8. المناطق الغربية لا معتدلة نهارا لطيفة ليلا، 27 إلى 18. والرياض معتدلة نهارا لطيفة ليلا، 29 إلى 17. وأيضا الدمام والمنطقة الشرقية معتدلة نهارا لطيفة ليلا، 29 إلى 20. والمنطقة الجنوبية الغربية أجواء لطيفة نهارا إلى غائمة جزئيا، باردة نسبيا ليلا، 18 إلى 9 درجات مئوية. يوم الثلاثاء تنشط الرياح الغربية، بتكون مثيرة الغبار والأتربة خاصة في المناطق الشمالية والشرقية من المملكة. الأجواء في المناطق الشمالية لطيفة نهارا، تميل إلى البرودة ليلا، 20 إلى 10، 19 إلى 9. المناطق الشمالية الشرقية لطيفة نهارا، باردة نسبيا ليلا. المنطقة الغربية معتدلة نهارا لطيفة ليلا، 26 إلى 17. والرياض 25 إلى 16 درجة، لطيفة أثناء النهار وأيضا أثناء الليل. المنطقة الجنوبية الغربية لطيفة نهارا، باردة نسبيا ليلا، 18 إلى 8. ومنطقة الشرقية والدمام مغبرة مع نشاط رياح، وأيضا 28 إلى 17 درجة مئوية. يوم الأربعاء ارتفاع قليل على درجات الحرارة، الأجواء بتكون أيضا لطيفة بالنهار في المناطق الشمالية وتميل للبرود ليلا. المناطق الشمالية الغربية 25-13، المناطق الشمالية الشرقية 23-9، لطيفة نهارا، باردة نسبيا ليلا. المنطقة الغربية معتدلة نهارا لطيفة ليلا، 29-19. الرياض لطيفة بشكل عام، 26 العظمى والصغرى 16. المنطقة الشرقية معتدلة نهارا لطيفة ليلا، 28-16. والمنطقة الجنوبية الغربية لطيفة نهارا، تميل إلى البرودة ليلا، 18 إلى 10 درجات مئوية. يوم الخميس تظهر السحب على ارتفاعات مختلفة خاصة في المناطق الشمالية والغربية من المملكة. المنطقة الشمالية الغربية لطيفة نهارا، تميل للبرود ليلا، 24 إلى 13. والمنطقة الشمالية الشرقية لطيفة بشكل عام، 25 العظمى والصغرى 16. المنطقة الغربية معتدلة نهارا لطيفة ليلا، 29-21. والرياض والمنطقة الوسطى 28 إلى 19. والدمام والمنطقة الشرقية 27 إلى 18، معتدلة نهارا لطيفة ليلا. والمنطقة الجنوبية الغربية لطيفة نهارا، تميل إلى البرودة ليلا، 20 إلى 12 درجة مئوية.
ويوم الجمعة أجواء بشكل عام معتدلة نهارا لطيفة ليلا، تميل إلى البرودة بعد منتصف الليل. الشمالية الغربية الحرارة المتوقعة العظمى 26 والصغرى 15، المنطقة الشمالية الشرقية العظمى 26 والصغرى 10، بارد نسبي أثناء الليل. والمنطقة الغربية معتدلة نهارا لطيفة ليلا 30 إلى 22، الرياض معتدلة نهارا لطيفة ليلا 31 إلى 21، والمنطقة الشرقية والدمام معتدلة نهارا لطيفة ليلا 28 إلى 20، والمنطقة الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع احتمال سقوط زخات متفرقة من المطر 19 إلى 12 درجة مئوية. مشاهدينا شكرا للمتابعة، نترككم في أمان الله.